ماذا عن يعني ما تم إذاعته مؤخرا عن 100 سنة غنى؟ الموضوع ده أخذ يعني زخم أكثر مما يستحق الحقيقة. ده معناه إيه؟ ده معناه إن الناس عايزة تسمع هقول لحضرتك وعايزة تشوف أغاني جديدة ومزيكا وبهجة يعني. خلينا في الأساتذة لأن هي دي اللي طلعت، يعني هو ده المشروع اللي طلع بيه. أولا بداية أنا عايزة أقول إن لا تعارض إطلاقا بين فكرة الأساتذة وفكرة 100 سنة غنى. الفنان علي الحجار إحنا كلنا عارفين أعماله الفنية منذ سنوات طويلة جدا، هو مغرم بالتراث. لو أعماله راقية، وأعماله راقية جدا وليها رؤية وقايمة على أصول موسيقية يعني عريقة جدا جدا، وهو مغرم بالتراث من زمان. الأساتذة وجهة نظر مختلفة تماما، تقوم على اختيار بعض الأعمال للأساتذة، وهي عشان كده جه اسمها. احنا لما شفنا الحفلة لقينا أعمال منتقى لأساتذة التلحين في تاريخ الغناء العربي العربي بشكل. لأن احنا شفنا في الحفلة حاجة للرحبانية، وشفنا حاجة غناها طلال مداح لشاعر كويتي. يعني الرؤية الفنية للعمل الواحد تحتمل أكتر من شكل. دام اللي في قلبي يا حبيبي وأنا عايش غريب الحقيقة. بعد حفلة الفنان مدحت صالح لما جالي فيديو لحفلة الفنان علي الحجار، لأنها كانت في نفس الوقت، يمكن بحكم دراستي ويعني عملي في النقد الفني طبعا سنوات بعد دراسة الباليه، يعني كان ليا رؤية بسيطة جدا أن لا تعارض بين المشروعين، وأن يعني لا يوجد ما يمنع أن الاثنين يكونوا موجودين، والساحة الثقافية والفنية تحتمل قد دول، تتسع طبعا عشرات طبعا. المشروعات الفنية، لأن أكيد حضرتك طبعا يعني أستاذتنا وطبعا يعني ناقدة يعني جليلة، إن العمل الفني يحتمل التناول بأكثر من وجهة نظر طبعا، فده وارد. ليه لا؟ ممكن حد يأرخ للموسيقى مثلا في 100 سنة من وجهة نظر تصنيف نوعي أو تصنيف زمني أو بتاعة مؤلفين بعينهم أعمالهم والتطور في تاريخهم الفني، فده ما يمنعش أبدا أن العمل الفني الواحد يتم تناوله بأكثر من وجهة نظر. الحقيقة لما قعدت مع الفنان الكبير علي الحجار، وكانت أول مرة قابله، يعني أنا ما كنتش أعرفه شخصيا قبل كده، ولكن يعني أنا كنت حاسة أن أنا لازم أوضح له وجهة نظري. نمرة واحد. نمرة اتنين، الساحة تتسع لناس كتير قوي وفنانين كتير قوي، وطول عمر مصر فيها على الساحة الفنية فنانين كتير، كل واحد بيقدم يعني مشروعه بوجهة نظره. فالحقيقة لما اتكلمت معاه في الحاجات دي كلها رد عليا بكلمة واحدة بس، قال لي ريحتيني. ايه معنى دنيتنا وغاية حياتنا اذا بعد فطرتنا الباقية الرقيقة؟ وازاي نبص لروحنا جوه مراياتنا اذا احنا عشنا هربانين من الحقيقة؟ قالوا زمان دنيا دنيا غرورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره.
عرفت منه ان هو كان عنده مشروع من سنوات طويلة جدا، واتفقنا على ان المشروع ده هيحضر بيه ملف ويجيبه لوزارة الثقافة، والملف بتاعه فيه حاجة مهمة جدا الوزارة بتشتغل عليها بشدة اليومين دول، وهي اكتشاف المواهب وتنميتها. اكتشاف المواهب مهم جدا ولازم يكون ليه منهج، ما يبقاش بالصدفة. طب يعني بعد اكتشاف المواهب يعني نفكر انه يبقى في تنمية بالظبط كده، وفي هذه المواهب يتم رعايتها وتقديمها الى الجمهور من خلال ايه؟ عن طريق الاعلام. دار الاوبرا الاوبرا يقف على مسرح دار الاوبرا، يعني بعد ما الموهبه هو انا فاجئني الحقيقه انه قال لي ان المشروع بتاعه فيه جزء منه اكتشاف مواهب، وانه اعلن على صفحته من سنوات طويله وجاله ناس من الاقاليم حوالي 400 واحد، شيء جميل، وعمل لهم اختبارات وحفظهم اغاني تراثيه وغنوها. وبعدين المشروع يعني لم يرى النور، فانا قلت له يعني انت قطعت تلات ارباع الطريق، مش هقول نصه. واحنا معاك في الباقي، بس تنميه المواهب دي يعني دور اساسي وفاعل جدا جدا، وبيدي امل للشباب، وبيدي بيدي بهجه حتى للناس، حاله من الحالات الاطمئنان على المستقبل. أيوة. واحنا محتاجين ده جدا جدا دلوقتي.